عملائياتنا طنط لو غادي جايين حنا في العماله حنا في البشويه في المنشئه تيكون بلا نتوما مرفوضين ما غاتستافدوش علاش حنا ولاد البلاد. اهلا وسهلا متابعي قناه نيشان، الان حنا كتواجدونا في مراكش بالضبط جهه ولايه جهه بغينا نعرفوا بالسبب علاش حنا راه هكا تيتشبعوا المطالب راه كما تشوفوا لا اليوم ام سميث كذلك النساء ورجال وشيوخ يعني واحد الحاله كما سمعتوا انا كيجوا على رجليهم حتى لهنايا يعني المتابعين ديال قناه نيشان. الان حنا غناخذوا بعد الاعتصامات ديال احد الساكنه هنايا يعني على الفتح المباشر هنا من مدينه مراكش كما كتشاهد الناس كتعيط هنا المتابعين ديالنا نشوف الوقت نيشان. الان معنا احد الشوفان، مرحبا بك سيدي في قناه نيشان تاع البث المباشر. شنو المشكل ديال هذه الانتفاضه ديالك؟ المشكل اخويا هاد الناس هادو اش غنقول لك؟ السلام عليكم بعدا تحيه لهاد الناس جميعا. حنا اخويا مرفوضين من هذا الدعم ديال المباشر اللي عطى سيدنا ديال الزلزال ديال 8 شوشان بير. حنا سيدي درنا شكايات في البشويه، هاد الناس هادو تيصيفطونا ديما تنمشيو للبشويه كل نهار، هاد الناس هادو تنحضر في البشويه، سيد الباشا ما تيستقبلناش. كان واحد كان الباشا الاول تيقول لنا ودي راه غادي تستافدوا حتى نهار 18 ان شاء الله، نهار 18 ناض قدم الاستقاله ديالو، جا واحد الباشا اخر بلاصتو خلانا حنا مرهونين بحال هكا كيما تتشوف هاد الناس هادو. مشى الباشا وخلانا حنا المشاكل، مشينا عند سياده العامل ومشينا عند سيد العامل نفس المشكل، طلعنا الثالثه حنا وعند سيد العامل نفس الهضره حتى هو تيقول لنا ودي راه انتم مرفوضين لاكارت ناسيونال ديالك، تعطيو لاكارت تيقول لك اخويا انت مرفوضين. حنا تنعرفوا الناس في مزميز ما ساكنينش ومستافدين، وتنعرفوا الناس ماشي ولاد المنطقه ومستافدين، كاينين الناس اللي في الرباط، كاينين الناس في طنجه، كاينين الناس في بلدان اخرين. حنا اللي عندنا وليداتنا وحنا اللي عشنا هذيك الليله اللي ولاد اللي عشنا في الزلزال وما استفدناش، هذا هو المشكل. بغينا نعرفوا علاش حنا مرفوضين. كنعرفوا المقدمين، صحاب المقدمين، عائله المقدمين، جيران المقدمين، اي واحد بحال في هذه النقطه هذه كيستافد. بغينا نعرفوا حنا شنو هو السبب. كتلقى الاعضاء مستافدين، سميتو ديالهم، العائلات ديالهم مستافدين، المقدمين مستافدين، العائلات ديال البشاوات مستافدين، وهاد الناس هادو اللي ما عندهم لا حنين لا كريم، حتى واحد فيهم مسكين راه لا اله الا الله. وعاش الملك، عاش الملك. علي شان احد المتضررين ديال قناه نيشان. الان احنا دازين على البث المباشر هنا من مراكش تقريبا في امام جهه ولايه جهه مراكش اسفي، يعني ما شاء الله خلاص كما كتشاهدوا المتابعين ديالنا نيشان. الان دازين على البث المباشر، يعني احنا بدورنا كنشوفوا هاد الناس شنو هو السبب ديال هاد الوقفه. كما تيقول لك بانه كاين بعض استافدوا لانه ماشي هما ولاد امزميز، احنا ما عندناش احنا علم على هاد الشيء هذا لانه ما تيقولوا. المتابعين ديالنا قناه نيشان الان احنا غادي نحاولوا نتصلوا باحد المتضررين كذلك باش يعطينا واحد الخلاصه ديال هاد الشيء، شنو هو السبب ديال هاد الانتفاضه هذه. يعني المتابعين ديالنا نيشان الان احنا لازلنا على البث المباشر هنا من مدينه مراكش كما كتشاهدوا، حجز كبير ديال النساء، فيهم نساء رجال شيوخ يعني شبان. يعني المتابعين ديالنا نيشان الان كما كتشاهدوا حنا لازلنا على البث المباشر هنا من مدينه مراكش. المتابعين ديالنا يعني هذه حاله اخرى انه كيجوا على رجليهم من امبيز لهنايا، يعني الغريب في الامر هما تيقولوا بانه شي ناس ما ساكنينش واستافدوا، يعني ما كاينش في البلاد واستافدوا، يعني فين كاين الخلل؟ حنا بغينا نسولوا فين كاين الخلل. غنشوفوا احد المواطنين المضرورين اللي غيعطينا الكلمه لحد الساعه ما كاينش واحد. نشوفوا شي احد المتضررين هنا بمدينه مراكش، حنا على البث المباشر دائما، يعني لازلنا ننتظر كذلك. غنشوفوا شي اخ اللي عطينا. السلام عليكم سيدي، شنو هو السبب ديال هذه الانتفاضه هذه؟ الناس اللي ما استافدوش من هذا الدعم ديال زلزال 8 شوشان بير ما استافدوش، ما جاتهم حتى استفاده. كيفاش ما استافدوش؟ بالنسبه لديك يعني ديال 50 ريال
واش مستافدين ولا مرفوضين؟ ما استافدتوش ولا مرفوضين؟ قالنا مرفوضين. مرفوضين؟ وعندكم خسائر مادية؟ عندنا شقوق وعندنا خسائر مادية بطبيعة. يعني لا حول ولا قوة بالله كما قال عيسى الأحد الساكنة مساكنة بحال مصدومين ما الهضرة مساكنة ما قدرتش تخرج لهم لأنهم الله يكون في العوان المتابعين ديالنا نيشان الآن. حنا دازلنا على البث المباشر غنشوفوا شي أحد اللي غيعطينا شي كلمة. مرحبا بك سيدي في نيشان. شنو دار الجن الله يرحمه جينا من دار الجن دوري تبور دوري تبور الشام ماليش الشام قيادة قدميوة دائرة تمزميز ما استفدنا هاك عطيها وانا ليتو هو يلديك ما نستفدنا باش نورو راه الناس لا يستفدوا حنا وحنا بقينا ما استفدناش داك الشيء علاش جينا حتى حنا بغينا الحقوق ديالنا الله ينصر سيدنا الله يجازيكم بخير السلام عليكم الله ينصر سيدنا حنا ما استفدناش الجماعة ديالها يتعلي ما مستفدين دار الجامع ما مستافدينش والناس استافدوا حدانا حنا ما مستافدينش ودوك الناس اللي استافدوا راه دخلوا لديورهم ما مسحوقين ما والو وحنا راه باقيين في الغياط يعني فين كاين الخلل؟ الخلل ما عرفت فين كاين واش كاين في السلطه الداخليه ولا ما عرفت فين كاين هادشي اللي كاين حنا كنا جينا عندكم تما وتحاور معاكم الباشا قال غنفكم المشكل الا ما كاين حتى شي حاجه ولكن حتى حنا ما شفنا حتى حاجه الان ودرنا الشكايه جوج خطر درنا الشكايه ومشينا للسيستيم دفعنا لاكارت ديالنا مقبولين وما شفنا حتى حاجه في هذه الساعه. يعني لا حول ولا قوة الا ما ينصر سيدنا. يعني لا حول ولا قوة الا معنا احد المواطنين كذلك. مرحبا سيدي. مرحبا بك. شكرا الله يرحم الوالدين. كنشكركم ونحيي كلشي جميع المغاربة. المهم حنا راه مضرورين بزاف. ساكنة طمزميز راه مضرورة منكوبة. فهمتي؟ وراه الناس كاع هادشي اللي شتي وكاين اكثر من هادشي راه غير هادو الناس اللي جايين في كل واحد كل الناس مازال ما جايين الناس جايين دابا غير سرقوا الطريق في الطوموبيلات حيت ان هما تيجيو في الطريق تيحبسهم غير القايد تيضربوا اكثر من 20 كيلومتر اكثر من 30 تيضربوها في الطريق مساكين بارده تيضربوها تيردوهم للباشا وتيردوهم للمخازنيه المهم دابا هاد الناس اتفقوا يديروا كل واحد يجي في الطوموبيل ديالو يجي لهنا حتى لا سميتو شي راك في الطاكسي شي راك في سميتو على حساب باش توصل القضيه. في واحد السؤال على حسب ما قلتي انه الباشا السابق انه حنا حضرنا دار معكم واحد اللقاء تواصلي بانه غادي تستافدوا يعني هادشي كله ما كلشي داكشي ما منه والو راه مشي انا فين كاين الخلل بالضبط ما نعرف الله اعلم حنا درنا كلشي داكشي درنا الشكايات ما خلينا ما درنا فهمتي فاش هاد الاخراني فاش شكينا في روسنا وشكينا في المخزن وشكينا في كلشي مشينا درنا لاكارت في السيستيم كلشي هاد الناس مدوزين لاكارت في السيستيم ولقاوهم مرفوضين انا مشيت للعماله فتحنا ودوزنا انا واحد الدري دوزناها في السيستيم لقيناها مرفوضين علاش هاد الناس علاش حنا علاش تنكونوا حنا مرفوضين مناش واش حنا ما ساكنينش في مزميز يقولوه لينا حنا في الساكنه ديال مزميز وحنا الدراري ديالنا تخلعوا وحنا تهضر على الساكنه بانهم ضرورين بلا القياس الناس دابا بالقيدون باقين في القيدون دابا اربع شهور هادي والبرد وكلشي ما كانش اللي تسوقها فيهم وكاع الناس كاين اللي استفد تيستفد حداك جارك وانت ما كتستافد وعندك الضرر اكثر منه هو وعلاش وهادشي مناش هادشي لا علم حنا ما عرفناش مناش هادشي بحال هذا طيعته وهذا ما طيعتوش بحال كاين باك صاحبي تما وصافي هذا هو المبدع ما نقولش ليك كما جاء لسان احد تا ولينا دابا الثقه علينا ما نديروها حتى في المخزن كما بغا يكون ما غاديش دير فيه الثقه بهذا الحساب هذا حنا عندنا الثقه في السلطه ديالنا الا هذا الحساب هذا الا يصير سيدنا حنا عندنا الثقه في سيدنا عندنا الثقه في سيدنا عاش الملك حنا بغينا هو كلشي حنا بغينا غير الدعم اللي شار به سيدنا ما مستافدين لا من 50 ولا من 14 ولا من 8 حنا شخصيين مهمشين بكلمه تعرف مهمشين يعني لا ولا قوه الا بالله كما جعل لسان احد الناس المضروره هنا يعني حنا بدورنا كنحاولوا نوصلوا الرساله للمسؤولين ان يشوفوا من حالات هاد الناس رغم انهم اغلبيه على رجليهم راه يعني في حد ذاته هذا راه مشكله يعني المتابعين قناه نيشان كنتمنوا من السلطه دير شي حل لهاد الناس هادو يعني راه انتم كتشوفوا تقريبا راه اقل من 100 شخص اللي جاوا هنا يعني كاينه كذلك شعارات كما كتشاهدوا يعني سكن امزميز تحتاجنا اخصاء يعني هذه في حد ذاتها لا حول ولا قوه الا بالله
يعني المتابعين ديالنا ان شاء الله زين على البث المباشر هنا من مدينه مراكش كما كتشاهدوا. يعني غادي نعاود نشوف واحد جانب اخر باش ننتجوا لجهه ولايه مراكش الاسفي. يعني كما كتشاهدوا هاد الناس هادو لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الناس ما عارفينش، يعني هما كيتسائلوا فين كاين الخلل. يعني الناس مقيده وما مستافداش، وكاين اللي مستافد. يعني معنا كذلك احد المتضررين سي سعيد. مرحبا مرحبا سي معك، حنا على البث المباشر. بارك الله فيك اخويا، شكرا. معك سعيد ومن السكان مزميز، الله يخليك. انا جيت نضرب على الضرر، كنمثل الناس السكان وكنمثل نفسي. انا عندي الضرر بزاف، الضرر عندي وعندي تصاور، ودرت شكايه المره الاولى وجاو عندي ما ردوا عليا اخبار. درت الشكايه الثانيه عاوتاني جات اللجنه، خلات قال لي انت ما بقيتش تدخل للدار، عندي الدار انا مكرفصه بزاف. انا اي انا مالا قال لي هادشي، قال لي اللجنه قال لي ما تدخل للدار عندك خطر. مشيت انا دابا انا مضرور، انا ولادي، انا كلشي ولادي مرات في الكيطون، تنضلوا النهار تيجمع علينا الحراره والغبابر، وباللي فاش نعسو تيتكب علينا داك الشيء، تنستوكا تيتكب. انا كلشي ولادي عندي مرات، الدار عندي انا مضطره، التصاور راه هما عندي، الا بغيت نوريك التصاور راه هما عندي، الدار عندي مكرفصه. المهم حنا بغينا نشوفوا الخلل فين كاين. السكان تيمشيو عندهم ولا سميتو ولا الباش هضرنا لديك الوقفه اللي كانت داس، وكان حوار ما بينكم وبين دواسا كنت. اي دواسا كنت تقول لك ما كاينينش دواسا، انا ما كاينينش، يقول لك ما كاينينش، ما انا عارف. هضرنا حنا اي دواسا، انا ما عرفناش فين مشاو. واش ما عرفت، انا نخليك نوريك التصاورات باش تشوف الطريقه. انتما كتشوفوا وريني التصاور، لا حول ولا قوه الا بالله. انه السيد وليدات، الغريب في الامر هو انه ساكن في الخيام، هذا هو الغريب في الامر. يعني خصو يستافد. يعني انتما كما كتشاهدوا ان شاء الله ضطرت تدخل تقول ليها. يعني نورمال وقت كنت تكون مسجل. يعني مسجل انا ما عارف هي سميتو ديالي انا شنو. يعني انت كتهضر، يعني كتهضر بصفه عامه، كل الناس تهضر على سميت كله باش يعرفوا المساعدين انك كتهضر بصفه عامه، ما كتهضرش على نفسك. يعني يعني مشكل واحد ديالكم المتابعين ديالنا القناه نيشان الان كما شاهدتوا. يعني هاد الناس مساكن لا حول ولا قوه الا بالله، كيتفاجئوا انه بعض عندهم محلاتهم مزيانين واستافدوا، والبعض ها انتم كما كتشاهدوا. يعني باش يجي الانسان من رجليه على رجليه من تما من ابزميز لمراكش، راه في حداتو هذا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني المتابعين قناه نيشان كما كتشاهدوا، يعني ها انتم نساء ورجال وشيوخ واطفال كذلك، يعني كلهم هاد الناس جاو. الا كي تنقول وصلت سكيل العظم، ما لو كان هاد ما غاديش يجيو. يعني المتابعين ديال قناه نيشان غنعاودوا نرجعوا امام جهه ولايه مراكش المدينه اسفي. يعني حنا غنعاودوا نرجعوا نشوفوا على البث المباشر كما كتشاهدوا. وبدورنا حنا كنشكروا جميع هاد الناس هادو، يعني المتابعين ديالنا. شوف هاد الناس هادو، يعني حنا لازلنا على البث المباشر، المتابعين ديالنا قناه نيشان. شكرا على هذا التفاعل، والى اللقاء في بث اخر مباشر. الى اللقاء.